قال مصدر حقوقي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية هدمت قرابة 170 منزلا واستحوذت على أراض واسعة للسكان في مديرية همدان غربي صنعاء. ووفقا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن عدد المنازل المهدمة حتى الآن بلغت نحو 170 منزلا، في حين تم جرف عشرات الأراضي والمساحات الزراعية والاستحواذ عليها بقوة السلاح. وأضافت في بيان على صفحتها بتويتر أن ميليشيا الحوثي تواصل عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على أراضي السكان في مديرية همدان، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مخططات الحوثي الرامية إلى تعزيز سيطرتها في المديرية. ميليشيات الحوثي قامت عبر ما يسمى بمكتب الأشغال في مديرية همدان بحملة ميدانية هي الرابعة منذ بداية العام، طالت منازل وأراضي المواطنين بالهدم والتجريف تحت مبرر إزالة الاستحداثات والمخالفات. وتتعرض أراضي المواطنين في صنعاء بشكل متواصل لعمليات نهب واستحواذ ممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقوة السلاح.